كان لنا شرف لقاء سيادة رئيس الجمهورية اليوم رفقة زميلي سي مبروك الخشناوي قائمة مستقلة من القصرين، وأنا كذلك حاتم المنسي قائمة مستقلة من سلينا، ولاحظنا منه حرصه على استقبال كافة الناجحين من أعضاء مجلس نواب الشعب من أحزاب ومستقلين. شفنا كذلك الرؤى تاع سيادة الرئيس فيما يخص القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وهي الأهم معناها في نظرنا، اللي يلزم الناس الكل والأطياف السياسية الكل والأحزاب تلتف حول سيادة رئيس الجمهورية وحول القضايا هذه تاع شعبنا لنرتقي ببلادنا إلى ما هو أفضل وأحسن.